نحن وصلنا وهلأ بالمزرعة. إليف شافتنا وقت هربنا، وكان معها وحدة على الأغلب صحفية، حتى أخذت لنا صور. ماشي، مو مشكلة. شكلهم هني رح يخبروا الشرطة عن محلكم بدالنا، وهيك بأي لحظة رح يداهموا. استعدي. كيف؟ نشرنا الخبر، والمداهمة رح تتصور كلياتها. طيب كيف رح تهربوني بين كل هاي الزحمة؟ هاي لا تفكري فيها، الجواز والهوية جاهزين هلأ. بكرة الصبح بتسافري لبرا. ايه صحيح، لا تنسي انك تشغلي تليفونك. يلا بابا. ها عزيز. انت هون؟ قال العشاء صار جاهز. عن جد؟ عظيم، واضح انه امك عامله اكلات بتجنن، وانا ميت من جوعي. شفت الاخبار اليوم؟ ايه شفت شوي منها. وشفت لي كمان عمايل ابوها لإليف يا ابني؟ شفت. وشفت كيف خلى مؤيدين ويهجموا على النسوان؟ المظاهرتين طلعوا بنفس الشارع، شو هالصدفة هي بابا؟ صدفة؟ برأيك هيك شيء ممكن يكون صدفة كمان؟ حرض مؤيدينه المجرمين من شان يهين العلمانية، ولو يطلع بإيده كان عمل مجزرة، وهلأ صار وقت نحط حد للي عم يخربوا البلد. والخطة؟ بكرة في اجتماع لهيئة الأمن القومي. ايه عندي علم. والكل صار ناطر ردة فعل جدية، وهذا رأيي، لازم ننظف المدارس والجامعات، وحتى الجيش كمان لازم يتنظف من هالرجعيين. بتمنى انكم ما تغلطوا بالاسلوب. اسمع، نحن ب 1997 ودائما الدولة الديمقراطية عندها حلول، مظبوط؟ ونحن فكرنا بحل عصري ومرتب. أمك شو طابخة؟ طابخة رز وفاصولية. أكلتي المفضلة. يلا يلا، بعشقها لهي الأكلة أنا. المواطنون الذين خرجوا في مظاهرة ضد الرجعية تم قطع طريقهم من قبل جماعة رجعية كانت قد خرجت في مظاهرة أخرى، وخلال الاشتباكات سقط قتيلان وعشرة الجرحى من المواطنين. وفي الوقت الذي بدأ فيه القضاء بفتح تحقيق في الأحداث، بدأ الأمن بالتحري عن الذين نظموا المظاهرتين في نفس الزمان والمكان. يا أهلين، كنت رح شارك فيها. أنا حذرتهم، هيك بصير لما ما يسمعوا مني. قدرة هدول ما عادوا سائلين عن شي بالمرة. طيب عمتي شو أخبارها؟ شاركت بالمظاهرة؟ طبعا شاركت وترأستها، لأنه غير هيك ما بتقدر تبيض صفحتها. سمعتها بالجامعة صارت بالأرض. أنا ما بيهمني شو يلي عم تعملوا هلأ، أصلاً هي قضت على حالة من سنين. المشكلة أنا تعبت مشانها، وما فيني ضيع تعبي معها أبداً. هي ما عم ترد على تليفوناتي، خجلانة مني. اسمعي، راح تروحي بكرة على الجامعة وتحكي معها، بتقلي لها خليها تروح وتعمل مؤتمر صحفي، أحسن ما تصير سمعتها بالأرض أكتر. ماشي بابا. مرحبا. أهلين، سلامتك. شكرا. جرحت رجلي بالمظاهرة. قال صار اشتباك وهجموا عليكم. ايه، نحن لازم نحط لهم حد، بس لهلأ ماني عرفانة كيف. أنا ما رح أخذ من وقتك كتير، جبت لي معك الكتالوجات؟ طبعا، تفضلي. هاي البيوت للأجار، انت شوفي الصور، وإذا عجبك واحد منروح ومنشوفه. رح قرر بسرعة مشان انتقل بهالكام يوم. صور مدام. لك شو عم بتساوي؟ نحن حابين نسألك كم سؤال. شو ما في موظفين هون؟ لحظة خلينا نشتغل. المكان له سمعته. سؤال واحد بس. طلعوا لبرا. أنا رح قرر اليوم المسا وخبرك، بدي انتقل بأسرع وقت. شفت الوضع بعينك، ما عم يتركوني بحالي،
ماشي بالإذن. ليك أجيت إليف، موتين رعبة، شو وينك لهلأ؟ مو على أساس نلتقي بالجامعة؟ طلعت من هنيك بسرعة. قالت اتخانقتي مع الدكتورة رنا؟ هي ضربتك شي؟ إليف؟ بنتي شو بها ايديك؟ الدكتورة اللي عملت هيك؟ هلأ الدكتورة مو بالي. شو قصدك؟ لقيتها لسراب.